صباح الفل. ماشي في الشارع اول يوم العيد، لقيت حاجه كده، شيء غريب غريب في الشارع، شيء فظيع مريع بديع، حاجه كده مش فاهمها قوي. قلت اقرب منها، طبعا مع توخي الحرص نقترب منها بحذر. احنا مش عارفين دي ممكن تعمل ايه، لا تلف وتعضني ولا حاجه يعني. بس هو يعني غريبه انه يعني مش فاهم دي ايه. طب قلت يمكن اهزها شويه ينزل منها حاجه، ما بينزلش حاجه. بس يعني فكره ان انا اعمل خشب واحط عليه بلاستيك يعني فكره رائعه. بس يعني انا يعني ليه ده مش اخضر فوسفوري كان ينور بالليل، احمر فستان اللي هو قميص النوم ده كان بقى حلو جدا. يعني ليه مش حاطين زرع يعني ثمار بلاستيكيه هنا، مثلا مانجا بلاستيك، تفاحه بلاستيك. يعني ما دام استعملنا كونكريت واستعملنا البلاستيك في سابقه اسطوريه ما حصلتش قبل كده في الدنيا على جذع شجره، هل دي مروحه وبتلف مثلا؟ لا بتلفش. هل دي فواحه؟ انا كنت فاكرها فواحه بس لا لا تفوح. يعني بصراحه انا سؤالي ما هذا؟ هل دي فسقيه يعني بتطلع ميه؟ مش مفهوم ما هذا الشيء. بس هو الجدير بالذكر ان هي عباره عن كونكريت وخشب. ده خشب بجد؟ اه ده خشب بجد. وبلاستيك، يمكن ضليله الواحد يقعد تحتيها عشان يعني ياخد شويه ضله. لا من ناحيه الضله ما فيش ضله خالص، وعاده الخرسانه مش مريحه برضو يعني. من كتر حلاوه التصميم وجماله انا نفسي كده ابوسه واخده في حضني كده، يعني وافضل عايش في حضنه. يعني بجد يعني يبقى السؤال بتاع التصميم العظيم اللي هو المزج بين جذع الشجرة وبين الوردة البلاستيكية والقعدة الخرسانية، يبقى السؤال الأزلي، السؤال الجميل لهذا التصميم البديع، لماذا؟ بجد لماذا؟ وكيف؟ وأين؟ ومتى؟ وكل سنة وانتم طيبين. لو حد مسك بتاع دي يجي ياخدها يا اخوانا.